ابو محمد من مصر معايا. اهلا يا ابو محمد. استاذ احمد اهلا بيك يا ابو محمد. اردوغان رايح ليبيا يحفظ امن ليبيا ولا انت مصدق انه رايح يحتل مصر؟ لا هو راح يحتل ليبيا، هو ما قدرش يحتل مصر. طيب. عشان مصر كبيره على ليبيا. حلو قوي. يحتل ليبيا يعني اذا كان الليبيين هم اللي بيقولوا تعالى، هم اللي بيقولوا تعالى احمي. هو مش هيحتل، هو مش هيحتل ليبيا عشان في رجاله مستنيينه. طيب الرجاله دي انت متخيل ان هم رجاله ليبيين ولا ميليشيات مستنيه؟ رجاله ليبيين ورجاله مصريين. طب والمصريين مالهم؟ ايه اللي مالهم؟ مش في حدود ما بيننا وما بين هو رايح الغرب مش جاي عندك في الشرق الليبي، انت ايه اللي موديك؟ طب والانبوب الغاز اللي هو بتاع اوروبا اللي من مصر ده فين؟ لا ما اسكت يا ابو محمد، مش الاوروبيين ضحكوا عليك وطلعوك من الموضوع والموضوع بقى بين قبرص واليونان واسرائيل ومصر مش موجوده؟ ايش بس ده مين اللي هيقدر يحميه غير مصر يا حبيبي؟ ما حدش. انت بره الليله، انت لبست 19 مليون خلاص راحوا عليك. وان شاء الله تركيا هتتروق. يا عم سيبك بس من تركيا، كلمني على مصر دلوقتي. 19 مليون اللي السيسي صرفهم علشان اعاده تسهيل الغاز، قبرص واسرائيل واليونان قالوا له لا مؤاخذه في العش ولا طارد، عملوا اتفاق ما بينهم. طب خليك معايا، بقول لك انا معايا فيديو يا جماعه الاتفاق ده ولا مش معايا؟ تعالى بص يا سيدي، بص معايا يا اسمه ايه ابو محمد، ركز معايا على الخريطه. ادي البترول بتاعنا اللي السيسي تنازل، الغاز بتاعنا اللي السيسي تنازل عنه لاسرائيل، هيطلع من هنا تمام من قصاد السواحل الفلسطينيه، هيطلع الانبوب هنا لجزيرة ايه؟ كريت. ومن كريت هيدخل على اليونان، ومن اليونان هيدخل على ايطاليا. وكل سنة وانت طيب ومفيش مصر. الاوروبيين والاسرائيليين دول اللي هم القبرصة واسينا اللي هي اليونان يعني، ضحكوا على عبد الفتاح السيسي. نقول تاني، بص معايا يا سيدي في الكاميرا كويس. هيطلع الغاز من هنا اللي تنازل عنه سيسي، الغاز المصري اللي تنازل عنه عبد الفتاح السيسي لاسرائيل، هيطلع من الحدود هنا، هيطلع من المنطقه دي من الساحل ده، وقبرص الجنوبيه قبرص الروميه هتمد انبوب ليه، هيطلع على كريت اللي تحت السياده اليونانيه، يدخل اليونان ومن اليونان على روما. ومفيش مصر يا ابو محمد. عبد الفتاح السيسي لبس 19 مليار صرفهم على البنيه التحتيه لاعاده تسهيل الغاز، واحنا ما عندناش. ده احنا كنا ناويين نجيبه بقى من نجيبه من السواحل الفلسطينيه ومن قبرص علشان نسيله ونوديه لاوروبا. ايه رايك يا ابو محمد في اللعبه دي اللي حاصله على السيسي؟ بص اللعبه دي كلها، اولا السيسي ما سابش حاجه لاسرائيل، دي لعبتكم وانتوا عاملينها. فاهمني؟ محمد رسول الله. انا بقول لك امنيه حياتي اردوغان يخش ليبيا عشان الجيش المصري يعرفكم قيمه تركيا اللي انتوا عايشين بقى. ايه علاقه الجيش المصري بان هو يدخل ليبيا يا عم الحاج؟ انت ليه مركب راس احمد موسى وانت بتكلمني كده؟ مش راس احمد موسى والله العظيم، حاجه ثانيه بتاعت احمد موسى. اردوغان قال لها مالت، قال لها خلاها بالملابس الداخليه. طيب بص احنا بنتكلم في اطار الاحترام واللياقه، يعني ندخل بيوت ناس بلا ملط بلا الكلام الفاضي ده. طيب انا عايز اقول لك ان بكلام حضرتك ده ان الجيش التركي رايح. هتقول يا جماعه اردوغان بيقول لك رايحين ليبيا، ومش بس كده، قالوا له السعوديه بتقول انها بتستنكر، قال لك ولا شايفينهم ولا فارقين معانا. ده مش كلامي، اردوغان اهو